الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن النسائي. إلى سنن النسائي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. روى الحديث السابق بأنهم كانوا يصلون بقباء الصبح، صلاة الصبح، أتاهم آت رضي الله عنك أحمد، سأتصل بك ليلا إن شاء الله رضي الله عنك، أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الحديث هنا هل هو مطابق للترجمة أم لا؟ الصحيح هو قد يكون مطابق وزيادة، لأن الكلام هنا يكون فيه من باب قياس الأولى، مش حاجة اسمها انشغلتي، غير مقبول هذا الكلام، ما في شيء اسمه انشغلتي، لا ما يجوز. تجارة العملات لها ضوابط إن شاء الله أقولها بعد الدرس. إذن لما قال لهم القائل إن النبي أنزل عليه القرآن وأمر باستقبال القبلة، أمر باستقبال الكعبة، فاستداروا جميعا إلى الكعبة، وهذه معناها أنه لو هذا وإن كان أصالة لا يعلم، هذا بالضبط مثل الذي اجتهد ولا يعلم أين القبلة، وجاءه الرجل قال له عن يمينك بعض عن يمينك، فيأتي عن يمينه فيعتد بما مضى ويتم عليه الصلاة عن يمينه. فهنا إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن من اجتهد في القبلة حتى لو أخطأ فلا إعادة عليه، حتى لو أخطأ فلا إعادة عليه. هناك حديث في السنن: أربعة خرجوا والأربعة في الليل جاء عليهم الليل اجتهدوا، فكل واحد صلى في اجتهاد في اتجاه، وأصبحوا وجدوا أنهم يعني متخالفون، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر الصلاة جميعا. فالصحيح بأنه إذا اجتهد في ذلك قد أدى ما عليه، وقد بلغ إلى قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيكون هنا الصلاة أو الاتجاه إلى القبلة وإن كان خطأ باجتهاد فله الأجر في ذلك، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. نأخذ بابا جديدا. قال: باب سترة المصلي. سترة المصلي ما يضع أمامه حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لأن النبي قال ذلك، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأيضا قال: يعني من كان في أمام في بين يديه كمثل مؤخرة الرحل، من لم يكن في بين يديه مثل مؤخرة يعني الرحل قطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود أجلكم الله. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: سئل رسول الله في غزوة تبوك عن سترة المصلي، قال: مثل مؤخرة الرحل. والسترة اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم هي مستحبة. ودأب النبي كما قال ابن عمر في الصحيحين هذا الحديث، كما قال ابن عمر: كان يركز الحربة أو يركز له الحربة ثم يصلي إليها، كان يركز له الحربة ثم يصلي إليها. جمهور العلماء لما الأربعة قالوا السترة مستحبة وليست واجبة، لأنه فيها اختيار، قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليد منها، فمع ذلك أنه قد لا يصلي إلى سترة. قلنا: لا، هذا ليس اختيارا، لأنه قد جزم بها في الآيات في الأحاديث الأخرى، قال من صلى سترة فليدن منه، وقال: صلي إلى سترة، وقال: لو لم تجد إلا السهم أن تصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز له العنزة، يخرج بالعنزة تركز له فيصلي إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من دابه أنه إذا صلى إلى جدار أو صلى إلى عنزة في الخلاء، كانت تركز له العنزة ويصلي إليها كما في البخاري. وكان في البيوتات أو في المساجد يصلي إلى الجدار، لذلك جاءت بهمة تريد أن تمر، فالنبي ضيق عليها حتى التصق صدره بالحائط ومرت البهمة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بالاختيار، وقالوا أيضا لا يقطع الصلاة شيء، أحاديث ضعيفة سيأتي الكلام عليها. والصحيح أن نقول السترة واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان بمثل مؤخرة الرحل بين يديه لا يضر من مر، إذن يضر من مر إن لم يكن أمامه مثل مؤخرة الرحل.
وقال اتخذ الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فسبيل قطع الصلاة من الشيطان الذي لا يرى هو الستر. إن وجدت علمنا أنه لا يمر، وإن لم توجد علمنا أنه مر، وقد تبطل الصلاة بمروره. والوسائل لا أحكام المقاصد، هو مأمور أن يحافظ على صلاته، والمحافظة على الصلاة لا تكون بسترة، ففيها دلالة على الوجوب. فسترة المصلي واجبة، لكن لا يصل لها صمدا، لكن عن يمينه أو عن شماله، وتركز له العنزة كما كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل من قال بالوجوب كابن حزم وغيره أن النبي كان في سفره تركز له العنزة فيصلي إليه، كان يستتر بها إذا قضى حاجته، وكانت تركز له ليصلي بها. الفوائد المستنبطة: كل مجتهد مصيب الأجر، ومن صلى إلى غير اتجاه القبلة اجتهادا لا يعيد، لأنه أتى ما استطاع، تق الله ما استطاع. من تمام الصلاة الصلاة إلى سترة. عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد رجلا يصلي لغير سترة، فأخذه من أذني. شوف هذا يشغله عن الخشوع، ويجعل له حركة في الصلاة، لأنه ترك واجبا. أخذ عمر بن الخطاب بأذني وجره جرا إلى الأسطوانة العمود، فجعله يصلي إليه. الفائدة الثالثة من السنة: السنة التقريرية، كانت تركز له العنزة ويقر ذلك ولا ينكره. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.